مهم نروح بسرعه للمؤتمر الصحفي لان في لقاء مهم جدا مع زميلنا محمد توفيق. اتفضل يا محمد. من جديد يعني بتواصل معاك زميل عزيز محمد سعيد، وبرحب بيك وبضيفك الكريم الاستاذ جمال الزويري وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. مكملين تغطيتنا وحفل رعايه النادي الاهلي والراعي الخامس شركه شيل العالميه للزيوت، ومعانا الناقد الرياضي استاذ شريف عبد القادر مدير تحرير الجمهوريه. استاذ شريف، برحب حضرتك في البدايه، يعني كلمنا النهارده عن الحفله، اعتقد الحفله تليق باسم وتاريخ النادي الاهلي وكمان مسيره النادي الاهلي وقدر الرعايه الكثيره جدا لابرامها الفتره اللي فاتت. طبعا برحب بيك وبرحب صديقي العزيز الاستاذ محمد سعيد وبضيوفه ومشاهدي قناه النادي الاهلي. بالتاكيد ده جهد مجلس اداره وجهد كل العاملين جوه النادي الاهلي، ودي رساله لكل مجالس ادارات الانديه اللي عايزه تنمي مواردها. ده جهد ناس، يعني جهد ناس اشتغلت عشان تنمي مواردها. شايفين ده الراعي الخامس للنادي الاهلي، شركات عالمية، شركات انترناشونال، شركات من خارج مصر بتضخ أموال واستثمارات داخل مصر. ده تنفيذا لسياسة الدولة والسياسة اللي بيسعى إليها دايما الحكومة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل ده جهد. ناس بتسأل اشمعنى الأهلي اللي بيجي له رعاة من بره ورعاة بهذا الكم وبهذه القوة؟ لأن ده جهد الناس بتسعى والناس بتشتغل جوه النادي الأهلي، إضافة إلى أن الرعاة برضه بيسعوا للنادي الاهلي نظرا لشعبيته لجماهيريته لانجازاته لاستقرار ادارته للجهد اللي بيتبذل عشان نستقطب الرعاه دول ويكون عندنا رعاه على مستوى عالي جدا، انجازاته قاريا ومحليا وعالميا. كل ده نتيجه للجهد ده، بيجي رعاه بهذه القوه وبهذه المكانه عالميا وشركات عالميه وشركات مؤثرة في مختلف المجالات، اتصالات، عقارات، بنوك، زي ما شفنا شركات كيماوية زي الشركة الحالية. كل ده لإضافة استثمارات جديدة بتنمي موارد النادي وتفيد أعضاء جمعيته عموميته وجماهيره وفرقه الرياضية وأنشطته الاجتماعية. استاذ شريف، تعليق سريع على النهضه اللي بيشملها النادي الاهلي، اعتقد سواء تجاريه او كمان انشائيه، ودلوقتي خلاص وصلنا لاربع فروع كمان. يعني الكلام مش هيبقى جديد، يعني بالتاكيد شفنا اربع فروع دلوقتي وان شاء الله الفرع التجمع ان شاء الله يفتتح قريبا ان شاء الله. كل ده بيصب في مصلحه اعضاء الجمعيه العموميه واضافه جديده للمنشات الرياضيه في مصر. بالتاكيد ده جهد كبير لمجالس ادارات متعاقبه وأبناء النادي اللي بيشتغلوا من أجل رفعة شأن النادي يعني تطوير كل المنشآت الرياضية جوه النادي، سواء الفروع القديمة أو حتى الفرع الجديد. يعني أنا زرته، حاجة فاخرة جدا فرع التجمع، حاجة محترمة جدا وهيبقى نقلة كبيرة للمنطقة اللي فيها الفرع الجديد. بالتأكيد ده جهد مشكور من مجلس الإدارة الحالي والمجالس الإدارات السابقة. شريف، نورتنا. شكرا حبيبي. شكرا. محمد، دقق لقاءنا مع الناقد الكبير، يعني دايما ضيف عزيز علينا على قناه الاهلي، الاستاذ شريف عبد القادر. يعني عاوز انقل لك الاجواء من هنا، اجواء اكثر من رائعه فعلا تليق باسم ومكانه النادي الاهلي. عدد كبير جدا من الزملاء الاعلاميين والصحفيين موجودين، وكمان نجوم النادي الاهلي في الرياضات كلها، يمكن كمان المديرين الفنيين للالعاب الاخرى كلهم موجودين. يعني الدقائق قليله باذن الله ونبدا حفلنا، ودايما دايما النادي الاهلي متميز ودايما النادي الاهلي في المقدمه. الكلمه ليك يا محمد، اتفضل. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق موفد قناة الأهلي من حفل وقائع المؤتمر الصحفي مع شركة شيل، وشكرا جزيلا كمان للأستاذ شريف عبد القادر مدير تحرير جريدة الجمهورية.